صباح الخير، كل عام وانتم بخير. و أنا سعيد نلتقي فيكم في المحاضرة الأولى في Mathematics for Chemistry Application of Mathematics for Chemistry. زي ما تعودنا دائما المحاضرة الأولى بتكون فقط لنوع من أنواع يعني ترتيب الوضع الداخلي والأمور اللي احنا كيف الآلية بدنا نشتغل عليها. هلا هي للأسف انه يعني بناء على الاشي اللي صار احنا عم نشتغل، راح نكون نشتغل اونلاين، فشغلنا في الاونلاين مش كثير مريح، لكن في نفس الوقت راح نكون يعني نحاول اللي نقدر نعمل عليه. المادة زي ما انتم عارفين هي عبارة عن application mathematics in chemistry، راح نناقشها مع بعض شو هي. هلا بهمنا في البداية نعمل نوع من انواع الترتيب الداخلي للمساق. المساق فعليا راح يكون في عندنا محاضرة كل يعني هي نازل مساق احد ثلاثة خميس، فراح يكون فعليا عندنا ثلاث محاضرات اسبوعيا، والمحاضرات راح تنزلكم بالترتيب 1 2 3. راح ينزل كمان، راح يكون كمان في عندنا نزول لموضوع الهوم ووركس والاسايمنت والى اخره. بالنسبة للامتحانات حسب قرار التعليم العالي لغاية الآن يفترض يكون في عندنا امتحانين ماشي، وهذا الحكي راح يتحدد بالتفاصيل لما بطلع قرار مجلس العمدة إن شاء الله. يكون في عندنا امتحانين، امتحان ميد وامتحان فاينل. هلا والنية هاي امتحانات الميد والفاينل تعمل في داخل الجامعة مش في خارج الجامعة، هيك لغاية الآن الإشي اللي بين إيدينا. هلا هاي التفاصيل مش كثير مهمة، بنناقشها بعدين مع بعض. الآلية اللي راح نشتغل فيها، راح نشتغل فيها بالشكل التالي. المادة أنا راح نزلكم إياها في كل موعد محاضرة، فعليا راح نزلها قبل. إحنا محاضرتنا هي من الساعة 10-11، فكل محاضرة راح تكون جاهزة من الساعة 6 صباحا، راح تكون يعني ظاهرة لعندكم. تمام، احنا راح نستخدم فعليا الجوجل كلاس روم، وانا عشان هيك طلبت منكم انه الكل يسجل في جوجل كلاس روم. بتوقع ان الكل سجل خلال الايام الماضية. في نفس الوقت راح يكون في كمان نفس المحاضرة موجودة على الموديل تبع الجامعة، فبالتالي في عندي مكانين للحصول على المحاضرة، الموديل تبع الجامعة والجوجل كلاس روم ماشي. والامتحانات نظريا يفترض تعمل في داخل الجامعة على شكل ميد وفاينل، وزي ما حكينا بنستنى بناء عليها رح تطلع تعليمات تفصيلية من مجلس العمدة ان شاء الله بنبلغكم فيها، مش قضية كبيرة. تمام، المحاضرة فعليا رح تكون هي على شكل باوربوينت مع شرح. زي ما تعودنا، بجوز الناس اللي اخذت معي الفصل الماضي او اللي قبلها زي ما تعودنا بهي الشكل. زائد بالاضافه لهذا الحكي راح تكون نفس المحاضره الموجود الباوربوينت احولك اياه انا كمان بي دي اف وموجود، فعندك في هالحاله المحاضره انت فعليا موجود عندك على شكل بي دي اف، زائد المحاضره موجوده على شكل فيديو ماشي، وفي شرح للبي دي اف، وهيك فعليا بنكون نغطي تقريبا كانه موجودين في داخل الجامعه ان شاء الله. وان شاء الله ربنا ييسر الامور ونرجع على الجامعه وبنكمل شغلنا في داخل الجامعه، بس الظاهر انه مش راح نرجع خلال الفصل. الملاحظة الثانية فعليا انا متواجد، يعني اي سؤال بيجي لي على الجوجل كلاس روم او بيجي لي على الموديل اكيد راح اجاوبه، ورح نحدد مرات يعني خلال الكورس راح نحدد على سبيل المثال انه المحاضرة الجاي مثلا لمدة ساعة ناقش فيها اي اسئلة راح تكون موجودة من عندكم او اي استفسارات. باختصار انا موجود افيلابل في اي لحظه بدكم اياني على اساس يعني نتساعد فيها مع بعض، لانه احنا الهدف في النهايه نتعلم، مش الهدف ان نحمل فيديوهات ونحمل هاي لحالها. طبعا للتذكير المادة هاي زي كل مواد الجامعة اللي تدرس حسب قرار التعليم العالي، ما فيها ناجح راسب، فيها امتحانات جوا الجامعة وهاي، لكن احنا عارفين انه ما حدا بيعرف شو ممكن يصير، يعني في النهاية ممكن كله يختلف زي ما احنا اللي بهمنا هسا خلينا نركز في الاشي اللي احنا اللي بتهمنا اللي هي المادة تبعتنا ماشي. المادة تبعتنا احنا فعليا معناه هذا ماشي، مادتنا زي ما حكينا في البداية السيلبس، وحكينا عن الآلية اللي رح نشتغل فيها. في كل محاضرة مع نهاية كل محاضرة رح يكون كمان في شوية examples على أساس انكم تحلوها. الكتاب اللي احنا نستخدمه هلا رح نشوفه مع بعض. احنا اول شيء خلينا نطلع على المادة. المادة باختصار هي عبارة عن كيف نستخدم بعض المفاهيم، نتعرف على بعض المفاهيم الموجود في الماثماتيكس وأهميتها في الكيمياء. رح نلاحظ فيها تنوع هلا رح نمر عليها، لكن هي باختصار كل المفاهيم اللي احنا محتاجينها، كل الماثماتكس باك جراوند اللي احنا محتاجينها عشان نستخدمها في الكيمياء.
احنا بنستخدمه، تعرفين احنا بنستخدم الماثماتكس في الكيمياء مثلا، بالفيزيكال في الالتيكال، بالفيزيكال اكثر محتاجين نعرف ديفرنشال ايكويجن، محتاجين نعرف كالكولاس، محتاجين نعرف لينير الجبرا، محتاجين نعرف ماتريكس، محتاجين نعرف شغلات كثيره. فكان الكورس عباره عن تجميل كل هاي المفاهيم على اساس نعطيكم اياها وتغطي الوضع اللي احنا شغالين فيه ان شاء الله، ماشي. فبالتالي الكورس ديسكريبشن تبعنا هو عباره عن المواد اللي احنا راح نستخدمها، مثل كالكولاس راح يكون في عندنا مواضيع زي الكالكولاس، الجبرا، كومبلكس نمبر، فيكتورز، ماتريكس، كالكولاس سيفرال فاريبلز، انتجريشن، انتدكشن للجروب ثيوري، ابلكيشن، يعني لمفاهيم كثيره. تعرفين انه المساق فعليا الكتب، الكتاب اللي رح نستخدمه هلا رح نمر عليه، في عندنا كتاب اسمه هلا رح نشوفه، بس خلينا هنا احنا بنحكي طبعا هذه موضوع السياسه العامه للحضور الاخري على اساس احنا موجودين جوا الجامعه. هلا رح يطلع لحدا فيكم يقول الحضور اجباري ولا مش اجباري؟ بالتاكيد الحضور اجباري. هل في حرمان ولا مش حرمان؟ للامانه الحرمان بتحكم فينا قانون الدفاع والاخري، لكن في نفس الوقت ماشي في بعض المحاضرات او في بعض المرات رح نعمل كويزز. فبالتالي اذا كنت حاضر انت بتجاوب الكويزز، ما في اي يعني الكويزز هذا شيء اختياري ماشي. اذا كنت حاضر محاضرتك ممكن تجاوب على الكويزز، ما كنتش حاضر ما في شيء اسمه تعويض للكويز ماشي. هلا احنا اذا كانت زي ما الحكي لغايه الان راح يكون في عندي امتحان ميد وامتحان فاينل، فممكن نحط يعني 10 علامات او 15 علامات عباره عن كويزز، وهي نوع من انواع المساعده تمام. ممكن رح يكون فيهم بونس، لكن في نفس الوقت عدم حضورك يعني ما في شيء اسمه والله عامل كويز وعملك له ميك اب، حضرت اهلا وسهلا، ما حضرتش، وهو انا بتحكم فينا زي ما حكيت تعليمات الجامعه. الكورس اللي احنا رح المساقات اللي رح نمر عليها هي قبل المساقات خلينا نشوف الكتاب اللي رح نستخدمه احنا. الكتاب اللي رح نستخدمه هو عباره عن ماث فور كيمستري ماشي. هي في عندي هالويب سايت تبعه. المرجع الاساسي مش هذا حقيقه، هذا عباره عن مرجع مساند. المرجع الاساسي اللي راح نستخدمه هو ذا كيمستري ماث بوك لمؤلف اسمه شتاينر ماشي. هذا المرجع نفسه، هاي الويب سايت اللي انت بامكانك تطول الموقع منه، راح تلاقوه موجود كمان على البي دي اف. فبالتالي الكتاب متوفر، الكتاب هو والاسئله والحلول تبعته كمان متوفره، فبالتالي ما عندنا حجه يعني. هي هذا الكتاب الرئيسي اللي احنا فعليا راح نستخدمه. في كتب ثانيه، في شورت كورس في الماث فور كيمستري هي عباره عن بوكلت صغيره، وفي كتاب ثاني اللي هو ماثماتيك فور كيمستري. فهي اكثر المراجع، المرجع الاساسي هو الكتاب الاولاني هنا اللي هو عباره عن كتاب تبع شتاينر ماشي. هيو اللي هو عباره عن ذا كيمستري ماث بوك، هذا هو الكتاب الاساسي اللي احنا شغالين عليه. المواضيع اللي راح نغطيها زي ما شفنا قبل شوي ونزلنا عليها، راح نغطي فعليا احنا في عندنا 14 اسبوع، في كل اسبوع تقريبا 3 محاضرات راح نغطي فيها هاي المفاهيم. فزي ما انت شايف هنا في عندي انا هاي في الاسبوع الاولاني اللي احنا بلشين فيه فعليا، راح يكون في عندي ريفيجن اند بيسك كونسبتس لمفاهيم احنا بنعرفها ومفاهيم حقيقه ما نعرفهاش. راح نحكي على تشابتر 1 وتشابتر 5 اللي هي بنحكي على الفاريبلز وعلى الريال نمبر والكومبلكس نمبر. راح نحكي كمان على الفيكتورز والفيكتورز الجبرا والفرقية ما بين الكروس برودكت والسكيلر برودكت ماشي، والابليكيشن تبعاتها في الكيمياء. في الاسبوع الثاني في المحاضرات الثانية في عندي، لاحظ انه احنا في عندي انا المساق مقسم لثلاث مجموعات. المجموعة الاولى اللي هي عبارة عن بيسك ماثماتكس اللي فعليا بتغطي 9 محاضرات، بتغطي 3 اسابيع فعليا ماشي. الاسبوع الثاني في عبارة عن 3 محاضرات بنغطي فيها الجبرا فانكشن اللي هي الجبر العادي، وهي شغلات سمبل وتذكير، هي مش اكثر من تذكير، بس في بعض الشغلات جديده زي عمليه الفاكتورايزيشن، عمليه الجرافيكال ريبريزنتيشن اوف فانكشن، كيف نحل سيمالتينيوس ايكويشن، وهذول الامور كلها. في الاسبوع الثالث راح نحكي على الترانسيدنتال فانكشن اللي هي التراجومتريك وال يعني الساين والكوسان واللوغاريتم وهذول هاي. فبالتالي اذا انتبهت احنا عندنا اول 9 محاضرات فعليا هم بذكرونا في كل شيء احنا اشتغلنا فيه. هذا الجروب الاولاني اللي هو فعليا بيسك ماثماتكس. المجموعه الثانيه راح نبدا فيها في الاسبوع الرابع، راح تغطي مفاهيم الماتريكس والاوبريترز. وهاي احنا بنحكي قاعدين على ماتريكس اوبريترز، بلشنا نحكي على الابلكيشن في الانورجانيك وفي في الفيزيكال كيمستري، تحديدا فيزيكال 3 اللي احنا محتاجينها عشان لما ناخذ فيزيكال 3 ما يكونش في عندنا مشكله. راح نحكي على مفهوم الماتريكس، راح نحكي على مفهوم الديترمنت
لأكثر من cases. راح نشوف كيف نتعامل مع determinant، راح نشوف كيف نتعامل مع الماتريكس ترانسفورميشن، وكيف نستخدم الماتريكس لحل المعادلات، كيف نستخدم مفهوم الايجن فاليو والايجن فانكشن اللي هي مقدمة للمفهوم اللي احنا بنستخدمه فعليا في الكوانتم ميكانكس. هذا زي ما انتم شايفين مغطي 3 أسابيع، هاي التواريخ اللي احنا حاطينها. هلا انت راح تلاحظ عندك في المحاضرات اللي احنا راح اعملها ابلود، انا راح يكون في عندك محاضرات مقسمه ليكتشر 1 ليكتشر 2 ليكتشر 3 4، فكل محاضره لها موضوع خاص فيها في اللي احنا شغالين فيه. هلا مع مشكله الاونلاين انه انت يعني ليش اللي ممكن تعطيه انت في الجامعه لمده نفترض ساعه، انت لانك بتشرح لحالك في العادي بياخذ منك تقريبا ربع ساعه، فاحنا ممكن نختصر المحاضره تكون يعني مده الفيديو اقل من 50 دقيقة، لأنه 50 دقيقة يعني صعب التحميل وصعب إلى آخره، بس في جميع الحالات المادة إن شاء الله بتتغطى كاملة بدون أي مشاكل. بعد هيك رح ندخل في الموضوع الرابع اللي هو مفهوم الكالكولاس. مفهوم لما بنحكي على مفهوم الكالكولاس بنحكي قاعدين على البيسك ديفرنشيشن، بنحكي على البارشل ديفرنشال، بنحكي على الانتجريشن ماشي، وبنحكي على الابليكيشن تبعاتهم في الكيمياء ماشي. بعد هيك بنحكي كمان على الفانكشن اوف سيفرال فاريبل، بقى على موضوع البارشل ديفرنشال والساتشورال بوينت والامور هاي كليتها. بعد هيك بنطلع للموضوع الاخراني، للموضوع الاخراني اللي هو بغطي الديفرنشال ايكويشن، بغطي فيرست اوردر ديفرنشال سكند اوردر ديفرنشال بالابلكيشن تبعتها. والاسبوع ال14 يفترض يكون في عندنا نوع من انواع الريفيجن، ان شاء الله يكون عندنا وقت للريفيجن، لانه احتمال كبير فعليا احنا اللي يصير معنا انه بعض المواضيع محتاجه وقت اكثر، فيعني بهاي الطريقه بنعوضها، يعني مش اخر الدنيا. تمام، زي ما انتم شايفين اللي ظاهر معنا على الشاشه المواعيد هي ايام ما كنا بنداوم في 27، طبعا راح يتم تعديلها، المحمل على الكلاس راح يكون معدل بحيث انه معمول له شيفت للعشرة ايام اللي احنا عملناهم، ما في اشكاليه في الموضوع. ففعليا هاي هي شو بسموه، هاي هي اللي احنا فعليا المقدمة الاساسية تبعتنا. آلية الشغل تبعنا زي ما حكيت راح يكون في شرح فيديو زي ما انتم شايفين، زي ما احنا عاملين هنا شرح على الباوربوينت الموجودة وشرح تفصيلي. الشغلة الثانية وحل اسئلة طبعا كأنه موجودين في المحاضرة، كأنه في عنا لوح وشغالين عليه. الشغلة الثانية راح يكون دائما نوعا ما مع نهاية كل محاضرة في بعض الأسئلة لكم عشان تحلوها as a homework أو as a quiz أو الأخرى، وراح نحدد إنه هل بدي إياك ترجع لي إياها في ذاك اليوم أو ما ترجع لي إياها. الشغلة الثالثة مع نهاية كل شابتر راح نحدد لكم مجموعة من الأسئلة تحلوها وراح أعطيكم الأجوبة تبعتها، فهي في جميع المقاييس الإشي اللي أنت مطلوب منك تعمله ولازم تعمله إنك أنت تمسك ورقة وقلم وتحل الموضوع بإيدك، غير هيك ما راح يزبط معنا. راح يكون في عندنا امتحانين حسب قرار التعليم العالي وقرار مجلس العمدة، امتحان مد وامتحان فاينل، وراح يكون في عندي أعمال فصل بتغطي لها، يعني إذا كانت افترض الجامعة حطت 15 هنعملها من 20 أو من 25 على أساس يكون في بونص للناس اللي ملتزمة وللناس اللي هاي هي المحاضرة الأولى، يعني هي محاضرة تعريفية في الكورس، وشكرا ونلتقي في المرة الجاية إن شاء الله. سلام عليكم.